تتي دنيتي يزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى يحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى. أعزائي المشاهدين مساء الخير مرة أخرى، فرح سمعنا نرحب بكم برنامج جالي ويرجو لكم قضاء سهرة ممتعة بصحبتنا. ومعنا في البرنامج ضيفين الأستاذ فارس حداد والأستاذ محمد ديدح. ديدح؟ نعم ديدح؟ نعم صلح لي. ديدح ديدح أهلين فيكم أستاذ فارس. أهلين فيك فيه. شرفت برنامج أستاذ محمد. أهلين فيكم شرفت البرنامج تنين. وقبل ما نعطي خلفية عن وجودكم في هالبرنامج عرفونا على حالكم شوية. الأستاذ فارس مين أنت؟ أنا زي ما قلت اسمي فارس هلال حداد. أستاذ فارس قبل ما نبلش أرجوك ريلاكس أوكي تيك إيزي تفضل أكثر من هيك. فارس حداد. فارس حداد أنت هذيك اليوم أنت أول إشي رجل كريم سخي وبعدين معطاء وبعدين بتحب الضيف من مضياف منيح. يعني هذيك اليوم كنا عندك والسياخ سياخ والمشوي مشوي والاكل اكل وشرب وما كنتش متوقع شيء زي هيك وصحتك منيحه اسم الله عليك. شو بتشتغل استاذ فارس؟ شو عندك؟ شو بتعمل بالضبط؟ والله انا رجل اعمال وطبعا في الحياه بارس الحياه العمليه زي كاي شخص اخر والحمد لله الله وفقنا واعطانا وبنعمل من هذا المجال. كيف كانت البدايه معك؟ قبل ما تبلش بدي سيد فرح سمان بدي بالنيابه اشكرك بالنيابه عن الهيئه الاداريه بنشكرك لانك اتحت لنا الفرصه هذه الفرصه ان نظهر على هذا البرنامج حتى نقابل الجاليه العربيه ونشرح موقفنا بالنسبه للجمعيات الاردنيه ونشكرك مره ثانيه ونحب نقدم لك هديه من الجمعيه الاردنيه شعار الجمعيه المميز. شوف انت سبقت علي استاذ فارس. انا لازم نبلش في الجمعيه وبعدين نحكي احنا بدنا نعرف عليك قبل وبعدين ندخل في الجمعيات. انت الجمعيه الاردنيه نحن الموضوع اللي بدنا نحكي فيه الجمعيات. اول شيء مشكور كثير على أرجو أن تتقبل هذا الشعار مكتوب عليه Jordan American Association of Southern California Los Angeles and vicinity. وكمان بقدم لك هدية قلم كمان حتى تكمل مسيرتك الإعلامية Thank you. لخدمة أبناء الجالية العربية Thank you. على أرض المهجر. وكذلك عملت فيلم ست ساعات يحتوي على كل الإنجازات والنشاطات التي قامت فيها الجمعية من خلال 4 سنوات القادمة. أستاذ فارس أنت يعني خلينا نحكي بصراحة كلمتين. أنت بتعطيني هالهدايا هذه ومشكور عليها مشان تخفف من نوعية حدة الأسئلة ولا مشان شو هذا؟ لا والله هاي الهدايا إحنا أنت كريم أنا بعرفك هذيك اليوم. العرب عاداتنا إنه لما بنزور بيت وإحنا في بيت الجالية العربية هون والبرنامج هذا فحبينا نجيب هديه معنا. يعني اخفف الاسئله عليك ولا ما اخففها؟ خفف وزيد زي ما بدك. مش راح اخفف. اذا بتجيب كمان هديه يمكن اخفف بعدين. بدنا نحكي هلا الساعه احنا صباحا نعمل برنامج فممكن نقول للجاليه صباح الخير يا عرب. لكن انا عرفت انك انت بدك تذيع هذا البرنامج في المساء فبنقول مساء الخير يا عرب. مساء الخير يا ابناء الجالية. ايوه وهلا انت تسال ونحن نجيب. استاذ محمد اهلين نعم. فيك كمان انت شرف البرنامج. انا سمعت انه انت مليونير. اهلا وسهلا فيك. مليونير انت عن جد؟ والله يعني العظيم مليونير. انا مسكين انا ولا سبق وانك سالتني سؤال قبل البرنامج بانك سمعت بانني انسان ثري ولكن الغنى لله يا فرح اخ فرح. في الحقيقة إنه أنا إنسان غني في قناعتي وغني في أصحابي وغني في معتقداتي ومثلي العليا اللي أنا حافظت فيها على كياني ووجودي. ولكن في الحقيقة أنا زوجتي امرأة ثرية وكوني زوجها يعني
وحكم الله وحكم وحكم قانون البشر انه يعني اعتقد مشاركتي لثروتها امر لا شك فيه، ولكن بنفس الوقت يعني لا احبذ ان ادعى انسان غني، لانه فعلا المال ليس شو اسمه ليس الغنى غنى النفس. نعم. هذيك لما كنت عندكم هذيك اليوم في النادي، انا بصراحه ما كنتش اتوقع اشوف شيء زي هيك في المنطقه عندنا هنا. اول شيء النادي المركز تبع النادي اللي موجود في كانيون كانتري او حالي بالبيارات اللي بنشوفها بين الزرقاء وعمان او حتى بجبال عمان، فما بعرف المنتزهات. هل الفكره اجت من الاردن لهون جبتها معك، ولا كيف بلشت في مشروع النادي هذا؟ احكي لنا عنه شوي. وبعدين السؤال كمان لك كمان مره، شفتك عنده في النادي. نعم. انت ما بعرفش اذا انت بحاجه تروح للنوادي ولا مش بحاجه، فشو اللي بينك وبينه؟ ليش انت موجوده عنده رغبه؟ هل بحاجه انت تروح على النوادي؟ والله يا اخ فرح ساجيب على هذا في اقصر وقت ممكن لحتى اتيح الفرصه للاخ فارس بشرح التام على الانجاز الضخم اللي حققه في كانيون كانتري والذي يدعى رويال ريكريشن سنتر. للتحديد أنا وفارس أولاً أصدقاء وأعتبره يعني من أغلى ما في وجود حياتي يعني. وهذا طبعاً قبل من سنين سبقت تكوين الجمعية وفكرة ونشوء فكرة الجمعية. هل الشعور متبادل أستاذ فارس؟ نعم موجود. يعني بتحس بمحمد زي ما بحس فيك، يعني صداقة وأخوة وزمالة وبتتبادلوا آراء بين بعض وبالدراسات وبتخططوا. الحمد لله لا شك. شو المشاكل اللي بتواجهكم في الجالية العربية هلا؟ شو المشاكل بين النوادي؟ أنا سمعت إنه في شوية مشاكل. Well, this is a double question. So I mean, I'll let Faris. خلينا نجاوبك أول على سألت سؤال قبل إنه عن المنتزه أو المقر. طبعا كل جمعية يجب لها أن يكون لها مقر طبيعي، وكان عندنا إحنا مقر في الفالي، وبعدين تسكر بسبب إنه خلص عقد الأجار عليه، الليستبع خلص، ففكرنا وين بدنا نستقر. فأنا كان عندي هاي قطعة الأرض هي عبارة عن إيكر أنهاف، وكانت يعني فاضية وجرداء ما فيها ولا شيء. فكرت إني أسخر هذه الأرض وأستغلها لنادي. وأعملها على شكل منتزه ليستقبل العائلات والشباب والكبار في السن. لذلك خصصنا فيها ساند بوكس للأطفال يلعبوه، وعملنا محل مشان يلعبوا الباسكتبول الشباب والكبار في السن، لهم قعدات حلوة تحت الشجر وبيستمتعوا في الموسيقى العربية والمداولات. امبارح لما حكيت معك بالتليفون حكيت لي كلمة انت والمضبوط انها لساتها بترن في دماغي، قلت لي بدناش اسئلة محرجة، بدنا نحاول نفرجي الجالية صورة واقعية جيدة عن يعني لما احنا بنحكي بدنا نحاول نفرجي الجالية صورة واقعية، معناته هل هذا في شيء بدك تخبيه؟ لا ما في شيء. في شيء ما بدك تحكيه للناس؟ لا مو احنا يعني شوف الخلافات موجوده حتى في داخل البيت. فما كيف بالاحرى في من خلال جمعيه فيها اعداد كثيره من البشر وبتعاملوا مع بعض، فلازم يكون في خلافات. شو خبرتك في جمعيه استاذ فارس؟ الخبره انا مارست خبره الجمعيات منذ 5 أعوام. من لما بلشت في التأسيس. الجمعية الأردنية اللي موجودة هون بالمنطقة بالفالي هون. طيب وشو الخلاف اللي صار بينك وبينهم؟ الخلافات هي جانبية، صار حدث إنه تعددت الجمعيات.